من اللحظة التي يدرك فيها الرجال أنهم سيصبحون آباء، يعيدون ترتيب أولوياتهم، يشعرون بمسؤولية أكبر لتأمين مستقبل أطفالهم المالي. اليوم حيث يعيش العالم اضطرابات اقتصادية لا يمكن التنبؤ بها، يصبح التحدي أكثر صعوبة. خبراء المال يقولون إن الادخار للأطفال يجب أن يبدأ في وقت مبكر. خلال السنوات الماضية اختار مشاهير ومليارديرات التبرع بالجزء الأكبر من أموالهم لجمعيات خيرية بعد مماتهم وترك الفتات لورثتهم الشرعيين، أهمهم بيل غيتس الذي قرر في 2016 ترك 10 ملايين دولار فقط لكل واحد من أبنائه 3.